تمام. دول الأربع أماكن اللي ممكن أقابلك فيهم أو حتى أبعتلك حد هناك. هنسميهم ألف وب وجيم ودال. أوعي تنسيهم. ها هو أنت بتتعامل معايا ليه على إن أنا عيلة صغيرة؟ كم؟ ماشي يا كبيرة. الخطوط بقى اللي أنت جبتيها هتاخدي واحد وتديني اتنين، ولما تعوزيني ابعتيلي رسائل بلاش تكلميني غير لو في حاجة مهمة قوي يعني. ماشي؟ عارفة والله، علشان مراقبة التليفونات أسهل بكتير من مراقبة المسجات. برافو عليك. لما تحبي بقى تبعتي رسالة بلاش من البيت ولا من المكتب، بعتيها من الشارع من حتة بعيدة عشان محدش يعرف مين اللي بيبعتلي. ماشي؟ ماشي. وأنا أول ما الورق يجهز هبعتهولك على طول. بس خلي بالك يا فريد، الورق ده مهم، ممكن يوصلني لولاد الكلب دول. أنت فاهمة كويس طبعا صح؟ فاهمة يا حبيبي، ما تقلقش. حودة. أو مرشحات. عايزك بقى تركز معايا عشان عايزك في حاجة مهمة. رقبتي. تعرف تسوق بسكليت؟ أمان. آسف على المشكلة اللي عملتها لك. سليم الأنصاري. ده انتوا واخدين بعض عن حب بقى. أتاريك مش عاوز تساعدنا ولا تقول لنا سليم الأنصاري مستخبي في أنهي داهية؟ يا صاحبي أنا زي ما قلت لسعادتك، اللي رمالي الكيس كان لابس خوذة ما شفتش وشه، والموتوسيكل كان بدون نمر. اسمع، رجوع السلاح ما ينفيش عنك تهمة الإهمال اللي تسببت أصلا في ضياع السلاح، والحكاية دي أنا مش هعديها بسهولة. ده أنا هجيب لك عليها جزا، وجزا محترم كمان، وأخلي سليم صاحبك ده ينفعك. سعادتك عارف كويس أوي إن أنا وسليم عمرنا ما كنا أصحاب، إحنا مجرد كنا زملاء. وبعدين أنا مش جاي لحضرتك النهاردة عشان توقف الجزا عني. أمال جاي ليه؟ جاي تحرق دمي؟ جاي تقول لي في وشي إن سليم حر بيتحرك زي ما هو عاوز في البلد، مش عامل لنا اي حساب؟ يا صلاح بيه، انا جاي الفت انتباه سعادتك لحاجه. سليم غامر عشان يرجع لي المسدس ويحل لي المشكله اللي هو وقعني فيها. اللي يعمل كده مستحيل يضرب عيل صغير من غير سبب لحد ما يموته. معلش افتكر حضرتك ممكن لو تعذرني بس في اللي انا هقوله. حضرتك محتاج تراجع موقفك تجاه سليم. تعرفني شغلي ولا ايه؟ هو تتخيل ان اللي عمله سليم ده هيخليني ارحمك؟ يلا امشي. السلام عليكم. ازازة ماي لو سمحت. شكرا. قال ايه؟ جاي يقول لي راجع نفسك في موضوع سليم. مش عارفين ان الضابط اللي بيتجاوز احيانا ده وبيعذب انه مش شرط يبقى من اكلة لحوم البشر او ماشي راضي في الناس شمال ويمين، ده ممكن يبقى انسان طبيعي جدا، شخص لطيف وحبوب ولذيذ وابن نكته. مش فاهمين انه ممكن يبقى مع اهله واصحابه حاجه ومع الناس حاجه ثانيه خالص.
واكبر دليل على اللي انا بقوله لك ده اللي حصل لك. هو اللي عمل فيك كده واحد انا فاكره كويس قوي وانا صغير، كان دمه خفيف وابن نكته وكانت ضحكته مجلجله جوه البيت، وادي النتيجه. أنا آسف يا سيادة اللواء، أنا آسف قلبت عليك المواجع. زنيتي؟ طبعا زنيتي، أنا زي ما خدتش بالي. لا وكمان أنت مين؟ أتاري ولاد الكلب مسابين فيها خرم إبرة. يعني الورق ده فيه حاجة كويسة لينا يا سليم بيه؟ حاجات حاجات يا هيمة. دلوقتي انا فهمت اللي حصل ده حصل ازاي وليه، بس المهم بقى ان الورق ده في خيط هيخلينا نقلب الدنيا كلها فوق دماغه. لو مؤاخذة يعني يا سليم باشا، سؤال يعني، هو الورق ده سعادتك فيه ايه؟ افهمكم. المشكله فريد، انا مش عارف ايه اللي حصل ليله قتل زياد، مش عارف مين لبسني في الموضوع ده كله، بس عارف ان لطفي وابني وشلتهم ليهم علاقه بالموضوع ده كله، بس تفاصيل ما عنديش. انا كده هفضل هربان يا فريده لحد ما الموضوع ده يتحل، وانت الوحيده اللي تقدر تحله لي. انا ازاي؟ شغلك. شغلي؟ اه شغلك. انا عايزك تجيبي لي تليفونات الناس دي ليله الحادثه، ينفع؟ الموضوع ده مش سهل خالص يا سليم. لو سمعت اللي جاي تعرف ان في الاصعب كمان. انا عايز تجيبيلي لما كلموا بعض كانوا مكانهم فين بالظبط. المعلومات دي ينفع اجيبها لك لو من ارقام تبعنا، لكن لو ارقام من شبكه تانية ده مستحيل. فريده انت ليكي اكيد صحاب شغالين في الشركات التانية. الموضوع مش بالسهوله دي خالص على فكره. فريده فكري، انت الوحيده تقدر تساعدني. لو جبتيلي المعلومات دي هتحليلي كل حاجه. أنا كل طلبه منك عايز أعرف مين كلم مين وفين وإمتى. هحاول. بصراحة بقى أنا مش فاهم منك حاجة، هو الورق ده طلع في إيه بالظبط؟ في حاجات كتير. لطفي وشلته لما رحت لهم كلموا زناتي، وزناتي كلم رفاعي كذا مرة. مش بس كده، تليفون زناتي بيقول إن هو كان حوالين الاسم في المنطقة. يعني ممكن هو اللي يكون قتل واد زياد، لان رفاعي دوت خيبان ما يعملش كده، لكن زناتي يعملها ويعمل ابوها كمان. الاغرب بقى ان تميم وحماد يطلعوا يطبخوا سوا. ومين تميم ده كمان؟ امين شرطه برضه؟ مش مهم، المهم دلوقتي نعرف هنعمل ايه. محلول يا سعادتك، ناخد الورق ده ونروح نبلغ على طول. ما ينفعش يا عوده، الورق عرفني كل حاجه، لكن مش هنعرف نثبت بيه ولا حاجه. ازاي بس يا بيه؟ ما انت لسه بتقول زيك كده يا هيمه. انت تقدر تثبت ان زلطه جالك المستشفى، لكن مش هتعرف تثبت ان هو اللي سرق الحقن. طب والعمل سعادتك هنعمل ايه؟ يا ابني اطفي المحروق ده بقى وقوم نام عشان تعرف تصحى لمدرستك الصبح. حاضر يا ماما حاضر. يا حبيبي ابوك لو جه ولقى الهباب ده شغال في ايدك هيطين عيشتك ويطين عيشتي، مش طالبه نكد على الميسه يا حمزه. بقول لك يا ماما، وايه حكايه قرايب بابا دول؟ حكايه ايه؟ ولا حكايه ولا روايه؟ أصل سليم ده مش لاقي إنه يبقى قريبنا خالص. قوم نام يلا، قوم. شوف بقى هودة، أنا عايزك بقى تتأصلي من بعيد لبعيد كده على الواد اللي اسمه حمادة تايسون ده، عشان خاطر هيمة يعرف لأي معلومة عن حسن الطبع الواد اللي شغال معاه. أنا يا سعادتك، بقول لك يا سليم بيه، في حاجة عايز أديها لك. حاجة إيه؟ حتة السلاح دي بدل الطبنجة اللي رجعناها للظابط. انت جبتها منين؟ ما تقلقش سعادتك، دي بتاعتي، كنت شايلها لوقت عوزة. وبما ان سعادتك يعني اديتني الفلوس اللي انت كنت شايلها عشان عالج بيها ابني، فدي اقل حاجة ارد بيها الجميل اللي انت عملته معايا. انت اولى بيها، خدها اسلم بيها. بس وعد ربنا ان هو ما يحوجك ليها.
بالإذن سعادتك. فهمت هتعمل ايه يا بغل؟ ولا الحشيش اللي عماله تشربه من الصبح مخليك غاب اكتر من تحمار؟ يا اسطى انت عايزنا ناخد الحاجه كده ونروح دي بيها في عز الظهر؟ ايوه يا اخويا في عز الظهر. ولو الشمس يا اخويا تعباك يبقى البس نضاره، ولا هات لك برنيطه خبي بيها خبت امك. يا اسطى مش القصه، بس انت عليك قضيه، الاحتياط واجب، النمره اللي الحكومه عملتها معانا الحته كلها بتتكلم عنها. نمره ياد اللي اتعملت ياه، مش حماده تايسون ياد اللي اتعمل معاه نمر يالا. يا اسطى بس يعني بس يعني ايه؟ تتخيبه ولا ياد انت هو يا جاي هتتخدنا على اخوانا وكنا مسموكين طول اليوم وادي شايف الواد الظابط زي البغل ازاي؟ ولولا كده كنا رجعناه في شوال قسما بالله. عمنا ما قلناش حاجه بس يعني بس يعني ايه؟ بس يعني ياد يا غبي ياد انت ولا لف وشك يا لف وشك يا ما انا قدامك واد صح سليم يالا والقضيه اللي كانت لابساني دي انا طلعت منها وزهق الحق فيها ولبسته بدلع يا وعمال يجري زي افران الشوارع في كل حته وقضية فيها اعدام يعني معلمه على الرقبه يلا يلا هنسيبها ونزاحد من فوق دماغنا ومين اللي شالها يا حمار؟ ما انا اللي شايلها يالا جرايه يا اسطى انت تقلت في الشرب ولا ايه؟ ما تقول كلام يخش المخ مش لما يبقى ليك مخ يا غبي تفهم بيه لف وشك يا لا تفهم يالا انا اللي معلم على الظابط يالا ومش اي علامه يا دي علامة يالا في الرقبة ما فيهاش أي كلام. والظابط ده متعلم عليه علامة ما فيهاش رجوع. يعني لا يهرب ويفضل هربان لا يرجع يالا هنا ويتعدم يا لا 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 امسك العقل كده، أنت عايز تفهمني اللي أنت عملت معاه فوق المايك. أيوه يا أخوانا اللي معلم عليه، أنت قاعد غبي ولا إيه؟ مش أي علامة قلنا. عشان تعرف بس على حق كده إحنا بنعمل إيه مع الظباط. وعليها الطلاق بالتلاتة أي ظابط في المنطقة دي لو يجي. نعمل معاه الصح ونرجعه في شوال يا منطقه وسخه انا مش فاهم انتوا قاعدين بترغوا معايا ليه ومصاحبيني يالا كده يا قوم يا تشوف شغلك يا قوم يا تقطع الحشيش يا قوم يا جاكم القرف عليكم وعلى عدتكم سيارتوا الحجرين وحشتني قوي يا سليم ما تتخيلش انا عملت ايه عشان اجيب لك الورق ده الظرف فيه فليشه كل التفاصيل اللي موجوده في الورقه هتلاقيها فيها يعني عشان لو حبيت تطبع نسخه تانيه يا رب تكون المعلومات دي مفيدة بالنسبة لك على فكرة صلاح من يوم ما مشيت وهو مشدد المراقبة عليا أنا ومامتك وسلمى قوي حاجة تخرق بصراحة وكمان السوشيال ميديا مقلوبة وعاملين دعوة إن الناس تدور عليك وتبلغ عنك بس مش عارفة مين اللي ورا الكلام ده عشان خاطري يا سليم خلي بالك من نفسك بصراحة سليم بيه الأنسة فريدة دي بتحبك وطيبة قوي أمال بتحبك ما هو أصل يعني مفيش واحدة تعمل كل ده وتخاطر بنفسها عشان واحد إلا إذا كانت بتحب ودي مش بتحبك حب عادي يعني دي بتموت فيك كمان بس أنت بصراحة يعني كده مزودها في حركات جمعة الشوان ورقفة الهجام اللي أنت بتعملها دي أيوة في إيه يعني يا باشا عادي ما تبعت لها حودة بأي حاجة هيجرى إيه سلمها فعلا عشان نص ساعة ولقى صلاح التوخي قاعد معانا مش كده؟ يا هو يعني صلاح ده كبير قوي بيه؟ يعني حاجة كده زي الاف بي واي؟ يا بني ادم افهم صلاح التوخي حاطط عيلتي وعيلتك وفريدة في دماغه أي حد هيكلمهم أي نمرة هتتصل بيهم هيجي وراها على طول ويبقى هنا فهمت؟ يا ترى عاملة إيه يا سميحة أنت والبنات؟ لا مؤاخذة يا خالتي أنا عارف إن أنا جاي في وقت متأخر بس حبيت أطمن عليكم وأشوفكم لو محتاجين أي حاجة قبل ما أرجع الجيش. إيه ده وأنت لحقت تنزل علشان ترجع؟ هعمل إيه بقى يا خالتي؟ ميري وبعدين هم عندنا في الجيش مشددين قوي على الأجازات ومقرطين قوي على الآخر ده سبحان من نزلني الكام يوم دول. ربنا يحميك يا حبيبي ويحرسك أنت واللي زيك يا رب. بالله عليك يا خالتي مش محتاجة أي حاجة قولي لي ما تتكسفيش مني. تسلم لي حبيبي. عموما انا موصي ابويا وامي لو احتجت اي حاجه اقول لهم على طول هم يتصرفوا ماشي يخليك لينا حبيبي حاضر خلي بالك من نفسك يا نورة وانت كمان خلي بالك من نفسك حاول تكلمني لو عرفت هو ممنوع بس هحاول هتوحشيني قوي على فكره انت كمان هتوحشني لا اله الا الله محمد رسول الله اشوف وشكم خير
السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا اختي؟ ايه الدلع ده؟ كلها يومين وهيرجع. عارفه يا سميحه، من ساعه اللي حصل لابراهيم وانا بقيت بتوجع من فراق اشرف اكتر من الاول. هو انا كل ما اتسند على راجل هياخدوه مني؟ يرضي مين ده بس يا رب؟ استغفر الله. معلش. انت جاي تقول لي الكلمتين دول ليه؟ مال انا ومال ابراهيم وبناته؟ انا بس حبيت افهمك. لا تفتكر ان البيت ده فيه ولا من بعد ما سوحت الراجل تبقى غلطان. راجل مين يا دفعه؟ انا لا عملت في راجل ولا عملت في ست. انت عايز تلبسني تهمه ولا ايه؟ بعدين من امتى وانت صوتك بيعلى وعينيك بتجحر؟ هو هيكونش الست استعد والتسعة استعد اللي بتعملهم في الجيش خلوك راجل وتقل ادبك على عمامك وعمام حتتك؟ انا مش مستني الجيش عشان ابقى راجل. اقول لك، وحتى لو الجيش جمد قلبي فدي حاجه ما تعبنيش. ليه بقى؟ لان انا لا بجيب فلوسي من تجاره كيف ولا بتحمى في شويه عيال. اقعد يا زلط، وانا احتراما للبدله الميري اللي انت لابسها دي مش هرد عليك. روح توكل على الله وحسابنا بعدين. هقول لك على حاجه يا معلم، مالكش دعوه ببيت عم ابراهيم. شيله من قدامي يا ايمن بدل ما اعملها معاك. على اشرف يا حبيبي. نزل ايدك يلا. هو جرى ايه بالظبط؟ الله، وكل من لبس المموه هيعمل لي فيها فندام؟ طب ما الواد ابني كل سنه بيلبس البدله دي وما بيعملش كده في حد ولا يقل ادبه. الله، ها. بس بصراحه عنده حق، البنت تستاهل قوي. خلاص يا زلطه، اللي افتكرتها يا معلم. يدي الحلق للي بالي ودان. معلش. يلا يا سعاد اخلصي. انا عايزك تاكد على سيد بس يبعت لنا النجار على وسط النهار عشان ياخد المقاسات ويبتدي شغل. حاضر يا سعاد. وبتاع الدش كمان ابعته لنا، يا احسن الهوا حرك الطبق كده وفي قنوات كتير طارت. والله العظيم ما طار الا النافوخ يا سعاد. يا ست ارحميني من طلباتك بقى. يا حاج، هو انا ليا حد غيرك اطلب منه؟ يا سلام يا اختي، وابنك اللي نايم اللي عامل زي البغل ده ما تصحيش طلباتك. اخس عليك يا حاج، ما تقولش عليه كده. اه يا اختي، دلعي دلعي. ما هو طول ما انت عماله تدلعي فيه وتعامليه على انه النغه اللي لسه في اللفه عمره ما هيفلق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي نزلك كده على ملا وشك يا حبيبي على الصبح؟ انت هتصيع وليه ولا ايه؟ انت بتصيع عليا؟ ما تبصي في وش ابنك وانت تعرفي ايه اللي حصل. الباشا كان سهران سهره من بتوعه ولسه خلصانه دلوقتي. انت مش شامه ريحه الخمره اللي هبت علينا بمجرد ما دخل؟ طب انا مش فاضل التقطيم بتاع كل يوم ده، انا داخل انام. استنى، ما تهدى عليا يا حاج. هو في ايه؟ اخراسي خالص، ما اسمعلكيش صوت. انت فين يا غالي؟ مفيش يا حاج، كنت مع شادي ولو مش مصدقني كالعاده ابقى سالك. انا بسالك انت. هو في يا حاج على الصبح؟ في ايه؟ انا اللي في ايه؟ انت ايه يا غالي؟ انت ما بتحسش؟ انت البعيد ما عندكش دم خالص. يا حوارات بعمل اكسجين. روق كده يا حاج، وايه اللي حصل لكل ده بس؟ هقول لك انا اللي حصل. اللي حصل اني بسبب صياعتك وبوظانك الدنيا خربت، اتقلبت على دماغ الكل. اللي مات واللي لبس تهمه، اللي غرق في الشر والوحله لغايه ودانه. يا رب يا رب، وانا عملت ايه عشان تبليني بعيد زي ده؟ اسمع، لا الحرمانية أقسم بالله كنت ضربتك بالنار وخلصت الدنيا من شرك وعرفك. بس بعدين خلاص جرجرتني للطين وخليتني مشيت ورا سبتني الإنس والجن. ده بسببك كده بالسيكة ركبت على كتفي ودلدلت رجليها. وبعد ده كله فاكر إن أنا حسيبك عشان ترجع تاني لحياة الصياحة؟ تبقى عبيط. أنا مش هقضي حياتي كلها كل يوم ألم مصيبة من مصايبك. كفاية قوي اللي حصل لي من تحت راسك، وقسما بالله وعليا الطلاق بالتلات أتامر لو ما اتعدلت ومشيت دغري لكن سجنك بإيديا دول. أخلص من قرفك.
ومن قدامي. يلا غور. وانت سعاد المره دي انا مش بهوش، واذا كنت باقي على بيتك لم ابنك لا تكون قرف. هو ايه فاكر ان هو هيزلني بالحوار ده؟ لا على فكره، وكتاب الله هسيب لكم البيت، ولو اتشقلبتوا محد هيعرف لي مكان. بيت ايه اللي تسيبه يا عبيط؟ ده بيتك وبيت ابوك، وبعدين اللي بيعمله ابوك ده عشان هو خايف عليك. خايف عليا؟ ابوه ما بيخافش غير على نفسه بس. وبعدين انا ما قلتلوش يعمل كل اللي هو عمله ده. لو هو بقى حاسس بالذنب وضميره مأنبه قوي كده يدور على حد غيري يشيله الليله، عشان انا اللي فيا مكفيني. وعلى فكره انا عادي جدا ممكن اقف لكم في وسط البيت واولع لكم في نفسي. بعد الشر عليك يا حبيبي، بعد الشر. اهدى اهدى، منه لله اللي كان السبب. يا ابني احنا كان مالنا ومال البلاوي دي كلها عشان خاطري. اهدى وانا هقوم اعمل لك حاجه تاكلها.